نسميها اسم بقى، هنعتبر مثلا ان اسمها فقرة التكريم. معايا سيدات من مصر يستاهلوا التكريم، وهحاول دايما اتشرف بوجودهم معايا. هم كنماذج من عدد كبير جدا جدا من ستات مصر الجدعان، بنات البلد بجد. سبق في الحلقات اللي فاتت قدمنا فقرات بنكرم فيها سيدات مصريات شايلين حمل كبير، لكن الحقيقة هم مثال وقدوة. فالفقرة مردودها بيبقى كبير جدا وعظيم جدا. فقررنا أنا وإخواتي وولادي فريق الإعداد والأستاذة شريهان رئيس التحرير إن إحنا نحاول على قد ما نقدر تكون فقرة ثابتة أسبوعيا بنستضيف فيها سيدات أفاضل نكرمهم ونستفيد منهم ومن تجاربهم، ويبقوا مثال لأي ست بتشوفنا دلوقتي محبطة أو مفيش حد واقف جنبها أو محتاجة سكة تفكر فيها ما تحوجهاش. معايا بطلات تحية ليهم ولأهاليهم اللي ربوهم على المرجلة. معايا الأستاذة دعاء يوسف. أهلا بيك يا دعاء. أهلا بحضرتك. إزيك يا حلوة؟ الحمد لله تمام. أنت بتشتغلي ساعاتي. يا سلام يا سلام يا سلام، لا كلنا هنجيب ساعاتنا ونصلحها معاكي. نورين. ومعانا كمان الجميلة الأستاذة شيماء زيد. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. انت يمكن من السيدات القليلين او اول سيده تشتغل في شغل الالوميتال. ايوه شغل صعب قوي. لا لا مفيش حاجه صعبه. مفيش حاجه صعبه؟ لا يعني اقول ايه ده، من الاول كده طاقه حلوه. ومعايا كمان الاستاذه ايه جمال وهي عامله بنزينه. يا ايه ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه القمر ده؟ الله يخليكي يا حبيبتي. اسم الله عليكي، انت بتشتغلي عامله في البنزينه. اه يا حبيبتي. يعني الله يعينك برضه. الله يخليك، ربنا يخليك. انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه اسمعهم وعايزين كلنا نركز معاهم عشان لما نشوفهم في الشارع نعمل ايه؟ نديهم تعظيم سلام ونشكرهم، لانهم حقيقي انا شايفه ان هم سيدات ملهمات. ابتدي بالأمرايا حبيبتي دعاء. يا دعاء ازيك؟ ازي حضرتك يا استاذه؟ الكاميرا معاكي، احكي للناس انت مين وبتشتغلي ايه؟ انا اسمي دعاء انديل. دعاء انديل. دعاء يوسف ده اسم ابني، بس انا بعتز بيه جدا، ده ابني الكبير البكري. البكري يا يوسف. يا بختك بماما يا حبيبي، ربنا يخليها لك. انا عندي 48 سنه، بشتغل من 40 سنه. بتشتغلي من 40 سنة؟ من وانت عندك 8 سنين؟ بابايا كان عنده. انت لصانص حقوق كمان؟ بابايا كان عنده محل ساعات، وانا كنت عندي مشكلة كده دراسية، وهو خدني المحل عشان يظبط لي موضوع القراية. انا حبيت الموضوع جدا، وبعدين جيت مرة اعترضت على مصروفي، يعني فكنت عايزة فلوس زيادة. فابويا قال لي اللي بياخد فلوس زيادة بيشتغل بيها. عايزة فلوس زيادة هديكي فلوس زيادة، بس انزلي اشتغلي معايا. فنزلت، عجبني الموضوع جدا، مكان حلو، والناس اللي كنت بتعامل. الوالد موجود مش كده؟ لا الله يرحمه. الله يرحمه. يعني يسلم اللي رباكي. والجملة دي اللي عايز فلوس زيادة يشتغل، مع انه كان قادر يديكي مصروف زيادة وخلاص. ولما اشتغلت فانا حسيت بقيمتي، فقلت له انا مش عايزة مصروف. فقال لي لا، انا بديكي مصروف عشان انت بنتي، لكن انت بتاخدي زيادة عشان انت بتشتغلي. فنزلت مع المحل، وكان له شرط اساسي انه لازم تكون درجاتي العلميه كويسه. لازم انجح، مفيش حاجه اسمها اتكل ان انا خلاص هشتغل بقى وباخد مرتب. انا فاكره ان انا كنت باخد مثلا 2 جنيه اول ما اشتغلت، وده كان رقم كويس جدا. في اليوم. في اليوم؟ في اليوم. ده انت غنيه. ايوه. بعدين بقيت لما كبرت شويه بقيت اخد 5 جنيه، وده كان رقم برضو ساعتها رقم حلو قوي، فمش عايزه مصروف بقى. فقال لي لا، اللي بيشتغل لازم يتكافئ، اللي ما بيشتغلش يمشي على قد اللي عارفه. يا دعاء كلامك ده وكان سبحان الله ربنا بيربيكي من وانت طفله، ده حقيقي. علشان انت تعرضتي لموقف وانت كبيره، انت يعني زوجك انفصل عنك، ومع ذلك انت كنتي ام واب،
وانا حتى لما سالتك طب يعني اسم الله انت عندك ثلاث ولاد ربنا يحفظهم لك مين اللي بيصرف؟ يعني ما فيش حد بيديكي فدراعك بقى. احنا متفقين ان الرجاله في مصر لما بتنفصل عن الست بتنفصل عن ولادها. لا لا مش متفقين. لا يعني انا مش مع يعني الأغلبية. الاغلبيه هو في لكن في رجاله محترمين ومتربيين ومن بيوت كويسه اكيد وبيلتزم بمسؤوليته وبيصرف على اولاده قله قليله في الوقت ده. مش كله. استنيني انا رايحه لاختك اهو. ايه 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 انت بتقولي مش كلهم ليه؟ مش كلهم. انت برضو مع اختك؟ انت منفصله برضو؟ وعندك كام ولاد؟ عندي ثلاثه. عندي ولدين وعندي بنت. طيب زوجك مش بيصرف على الولاد؟ يعني حاجات بسيطه لكن بس العيشه بقت صعبه. ما يكفيش. لا فانت بتشتغلي؟ انت بتشتغلي ايه بقى؟ انا شغاله في البنزيما جرانس. ايه؟ جرانس. يعني ايه بقى؟ تلمع الازاز بتاع العربيه. يا روحي يا روحي حبيبتي اسم الله عليكي. الله يخليكي. يعني يا بخت ولادك بيكي. الله يخليكي. ويا بخت اسرتك بيكي اللي ربتك على زي ما قلت رجوله. ربنا يخليكي. مهنتك برضو صعبه وشاقه ومش صعبه بس يعني بدنيا لكن كمان نفسيا. ممكن مش كل الناس لطيفه. ممكن حد يقولك لا 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 مش عايز لا 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 صح ولا ايه؟ صح. بس احنا بنديش للعميل ان احنا يوصل ان هو يكلمنا بالطريقه دي. احنا دايما يعني لما بيخش بنديله الحاجه الكويسه. يعني بيخش يفول حضرتك استاذن منه حضرتك ينفع ان انا اعمل لك الازاز يقول ايوه يقول لا. يعني احنا مش بندي الفرصه ان العميل يزعق او يشخط. مش بقول ان انت بتدي فرصه. انا بقول ان ممكن يبقى طابع عميل كده. في لا في 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 ناس كتيره في حلو في الوحش. يعني ايه الموقف اللي تفتكريه وجعك؟ والله انا من ساعه ما نزلت انا دي لي دلوقتي سنه ونص بصراحه انا ما شفتش. ليه بقى؟ ان العميل بيخش بيلاقي واحده يقول لي ايه ده برافو عليكي. يعني كل الناس لازم تحترمك. والله العظيم يقولوا لي انت برافو عليكي. الستات اللي شبهك. ايوه طبعا بيقولوا لنا انت حتى احسن من الراجل اللي بيبقى قاعد على القهوه ويقعد يلعب طاوله. لا انت برافو عليكي في الوقفه اللي انت بتجفي وتشتغلي عشان تعرف تصرفي على نفسك. بتجفي وتشتغلي. استنوني بتجفي وتشتغلي. اللهجه دي مش غريبه على ودان. انت منين؟ من المنيا يا حبيبتي. احسن ناس في الدنيا. الله يخليك. ربنا يخليك. وفرحانه بيكي برضه. الله يخليك. فرحانه بيكي انك مش بتشتكي من ضيق الحال لكن نزلتي تشتغلي. ايوه طبعا. وتسندي نفسك وعيالك. ايوه طبعا. ايوه طبعا. ربنا مدينا الصحة ومدينا راحة البال وربنا يقوينا يا رب على كل ست مصرية تعبانة في الحياة. بس أنا لسه كنت بقول لأختك دلوقتي بتتعبي برضو. قالت لي لا الست اللي بتحمل أيوة وتولد طبعا. أيوة طبعا. عندها قوة تدك. أيوة طبعا. ده ربنا مقوينا مقوينا طول ما احنا بنقول يا رب خلاص. طب شيماء بقى. شيماء الجميلة أنا أول ما شفتها قلت لها جسمك صغنطوط خالص يا شيماء بتشيلي الألوميتال إزاي؟ قالت لي أنا معايا فريق يعني بيشتغل. قلت لها أنت يعني مقاولة بس؟ قالت لي لا بشتغل بدراعي. كلميني بقى عن شغلانتك يا حبيبتي. والله هو الموضوع سهل يعني مفيش حاجة متعبة. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. أيوة طبعا. طب هقول لك حاجة. إخواتك دول نزلوا يشتغلوا لأن مفيش راجل يعول إنما أنت اسم الله ربنا يخلي لك جوزك يا رب بيعولك ويعول بيته. ليه فكرتي تنزلي تشتغلي؟ بصي اولا بابايا واخواتي كلهم وخلاني وعمامي في نفس المجال ده. انت العيله كلها؟ فانا طول عمري واقفه معاهم وعارفه. جه من حوالي 10 سنين كده جوزي تعب. 6 سنين جوزي قاعد يا حبيبي. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ افتح الورشه بتاعته. تبقي جدعه. اكيد انا بقى عارفه يعني الموضوع كله اللي هو موضوع الالومنيا ده سهل يعني بالنسبه لي. دخلت وقفت ولما هو طلع بالسلامه خلاص انت ليك شغلك خلاص بقى يعني رجلي. استني بقى ايه ده يعني هو كمان خلاص الحمد لله ربنا يعني الحمد لله الف بركه انه خف. رجع شغله بقى ورشته. بقاله كتير. انت بطلتي بقى شغل؟ لا فتحت ورشه لوحدي. الله هلا بتنافس بقى بتنافس. لا وفي نفس المنطقه كمان. ايوه. طب مين زباينه اكتر؟ انا والله يا حبيبتي. المنطقه عندنا منطقه شعبيه شويه فبيحبوا يجربوا. واحده ست فعايزين يجربوا بقى. وهم كل اللي بيعملوا المطابخ اغلبيتهم ستات. انت بتعملي مطابخ كمان؟ مش الوميتال ابواب وشبابيك بس؟ لا مطابخ. المطابخ احلى حاجه. احلى من الشواكل والله.
الديكورات كلها بقى وفن الستات كله يطلع في المطبخ. اه الذوق بقى الحلو. والست تفهم في المطبخ اكتر من الراجل. ايوه انت عارف. لان انا لما اعمله هبقى فاهمه الست ايه اللي هيريحها. اه عايزه الدرفه دي تحط فيها الحلل تبقى شكلها كذا. أيوة. والدرفه دي بتاعت الكوبايه. الراجل بيعمل وخلاص. اه الست هي اللي هتبقى عايزه تفتح المطبخ وتقفله. طب هنا احلى، طب الدولاب هنا اكتر، طب كل حاجه يعني ايه. طب والاسعار بقى مين اسعاره احلى، انت ولا جوزك؟ لا بصراحه اسعارنا زي بعض. زي بعض؟ اه. طب شاطرين. انا الحقيقه ببقى فخوره قوي ان في نماذج زيكم ما بتتكسرش، وبالذات اخواتي اللي ازواجهم منفصلين عنهم. يعني ما عداش عليكي كده وقت تقولي يا انا نفسي اتستت وحد يصرف عليا؟ لا صعب صعب خلاص. اللي خد انه يكسب بايده انه يبقى هو بيعمل كل حاجه، صعب انه صعب انه يفكر انه يقعد او يتستت او. طب تقولي ايه الست عندها نفس ظروفك بس ما عندهاش والدها مش سايب لها حاجه تشتغل فيها؟ الستات اللي عايز يفكر وبيسعى. أيوة. ربنا ما بيوقفوش. اكيد السعي ربنا بيبص له، واكيد اخره السعي فيه. يمكن يتاخر، ده برضو حكمه ربنا. لكن يعني انا مثلا لما خلصت، لما خدت ليسانس كنت بشتغل في المحل وبنظف وبمسح وبروق، فكان يجي حد اساتذتي في الكليه كانوا زباين عندي. يا سلام. فكان لما يجي حد من الاساتذه بتوعي جالي فرص شغل كويسه جدا. فلما جيت قلت ان انا هشتغل بره، ابويا ساعتها رفض جدا، قال لي لا انت مكمله في المحل، يا اما هيحصل وخلاص ماشي انا مكمله. طيب دلوقتي انا سعيت من بدري، يمكن ساعتها ما كنتش عارفه انت. زمايلي كانوا يعدوا عليا وانا بشتغل حاجه وهم بيشتغلوا حاجه تانية، او هم بقى عندهم مكتب وهم دي بتروح شغلها وده بيروح مكتبه. بعد كده بقيت انا اشهر منهم كلهم. ما شاء الله. ده سعي، انا سعيت وربنا شايل لي رزقي. لا ربنا شايل لك الخير عشان انت حد قمر. ربنا يعني مش هقول قمر ليه عشان انا عارفه بس مش هقول. طيب هستأذنكم نطلع فاصل صغير كده ونرجع نكمل كلامنا مع الهوانم بنات البلد. ميرسي ربنا يخليك. بنات البلد الجدعات، ايه هسألك تقولي ايه للست اللي عندها نفس ظروفك، عندها عيال ومفيش حد يصرف عليها وانفصلت عن زوجها ومش لاقية سكة تبتدي منها؟ قولي سعي عبده انا سعي معك، وطول ما هي قوية وربنا مديها ان هي نفسها في حاجة تعملها وتنجح وتطلع خطوة خطوة، وطول ما بتقولي يا رب ربنا يجي في جنبيها. طب ما هو ممكن تتكسف من الناس مثلا اللي حواليها. لا. او المجتمع بتاعنا برضو بالذات الاحياء الشعبيه ممكن يقولك الحق يا عم دي بتشتغل مش عارفه. ملناش دعوه بالناس، الناس مش هتوكلنا ولا تشربنا، ملناش دعوه. اهم حاجه عشان تعرفي تصرفي وتوكلي اللي حواليكي عشان العيال اللي معاكي. طيب هسالكوا، هسال اختي برضو حبيبتي شيماء، تقولي ايه للستات حتى انت شوفي عملتي موقف رجوله مع جوزك، بس اكيد هو يستاهل برضو يعني ابو الولاد اكيد يستاهل، انك وهو تعبان وفي شدته انت وقفتي في ظهره. تقولي ايه للست اللي زوجها معاها بس الحال على قد قوي، هو تعبان بقى، هو مش لاقي شغل، هو احنا لو مشينا ورا كلام الناس هنقعد في بيوتنا. ايوه صح. يعني انا الاول ما اشتغلت الناس كانت بتيجي تتريق عليا، كانوا بييجوا يتفرجوا عليا، صنايعيه زيي ييجوا يتفرجوا عليا وعايزين يعدلوا عليا عشان يقولوني يعني انت واحده ست يعني مستقلوا بيا، بس انا ما سمعتش كلامهم وفضلت شغاله، لان لو كنت سمعت كلامهم كنت اتكسفت وقعدت في البيت. احنا فينا حاجات مش في الرجاله. اه يعني احنا عندنا طموح مش في الرجاله. احنا لازم احنا يعني دايما هتلاقي الستات اكتر حاجه غريزة بتنجح. غريزه الام بتحكم الموقف. يعني أيوة. الراجل ممكن يمشي ويتخلى عن ولاده، لكن الام مش هتقدر. ما نقدرش تشوفي ابنك محتاج، مش هتشوفي ابنك عايز. مش انا جه عليا فتره كان شغلي مش احسن حاجه، ما انا كنت لسه هقول لكم بقى في حته كده برضو ان الشغل ارزاق واقف. يعني ده شغل ارزاق، والسوق ممكن يبقى فيه يوم شغال ويوم تاني ما فيش شغل، ويوم يبقى ربنا باعت لك ويوم تاني المساله الحمد لله. بتعملوا ايه في الشده دي؟ يعني انا مثلا يعني انت يعني اصل برضه مهنه ساعات ما بقتش يعني
مش زي زمان. انا كنت بعمل اوردرات اكل وباحه ساعات بعد الظهر لما الدنيا بتبقى مش احسن حاجه. طب ما تقولي على ست عشان نسقف لك. نعم بعمل اوردرات وكنت بعمل حفلات، اعمل حنه، اعمل سبوع، اعمل عقيقه، كنت بعمل الحاجات دي بعد الظهر من البيت. طب ايه يا جماعه الظهر دي بقى؟ يعني بتشتغل ساعاتي الدنيا مش ماشيه، فتحت لنفسها حته، فتحه صفحه على النت. انا برده ملابس ياكلوا حلال. ايوه طبعا. عشان يطلعوا ولاد حلال. ايوه فعلا. بس طيب زي ما قالينا عملوا معانا. هسالكوا سؤال، انا في ابلكيشنات كده على السوشيال ميديا بدخل عليها الاقي ناس ستات بيتصرفوا تصرفات انا بتكسف منها وما تلاقش بينا. ايوه طبعا. ولا باخلاقنا ولا بتربيتنا. طب ما كانت ما فيش واحده فيكم قالت طب عشان هي حابه كده. ده الفلوس السهله اللي هي حرام زي ما تقول عليها. هي حابه كده، احنا مش حابين كده. اللي اتربى ما يعملش كده. بس الفلوس مغريه برضو. لا التربيه، انا ده التربيه اهم من كتره الفلوس. ازاي بنتي تشوفني في الموقف زي كده؟ وعلى حسب التربيه اللي احنا اتربيناها عليها، واهلينا ما علموناش كده فعلا. الشغل مش عيب، مد الايد. أيوة هو العيب. ايوه طبعا. اني افضل اقول ده ديني وده ديني وده، واكسر رقبتي ليه؟ ليه اذل نفسي وانا ايدي موجوده؟ ده العيب. او افتح الكاميرا واقعد اقول لا يلا ابعتولي. لا لا لا، انا كده بفرج الناس عليا ليه يعني عليكم. وليه يعني؟ وفي الاخر احنا كده اغلبيتنا عندنا ولاد رجاله، احنا بنربي رجاله. ازاي انا هفتح كاميرا واعمل كده وانا بربي راجل؟ هربي راجل ازاي؟ شايل اسمنا. انا ابني صغير بيزعل اخته لو خرجت بهدوم ضيقه. يا حبيبتي عشان احنا بنحب ولادنا. احنا بنحب ولادنا. في امهات ما بتحبش عيالها، ما بتشوفهمش اساسا. يعني ممكن تطلع تعرى نفسها بس مش شايفه الطفل اللي معاها. طيب اللي هيتعيد الوقت وللاسف قرب. انا مش عايزه اسيبكم بس الوقت خلص، وعايزه اسال كده يعني نشوف كده لو الامور. انت عندك كام؟ اسم الله. عندي ثلاثه. عندي ولدين وبنت. اسم الله. اسم الله. وانتي؟ ولد وبنت. اسم الله. وانتي؟ ثلاثه. طيب انا دلوقتي في يوم الظرف ضيق جدا جدا، والحاله معيش فلوس، معيش غير 50 جنيه مثلا، وعايزه اعمل اكل العيال تاكل، وعيال اسم الله في شباب وبتاع، فعايزين اضرب 50 جنيه حبق ودبق وامشي بيتي شويه عدس في الظرف الصعب ده. يعني انا بقول ده ليه يا مكارونة. جماعه والله العظيم ما هدف في حاجه غير ان احنا نقتدي اي ستات على الحقيقه. يعني ستات بيوت والظروف على القد، بس ستات رجاله ما بتتكسرش وما تكشفش نفسها لحد وما تحسسش ولادها بان في شده. بس يعني لازم يبقوا متعاونين برضو، يعني الولاد لازم يبقوا متعاونين. يعني انا مثلا بجيب ولادي واقول لهم انا دلوقتي معايا 10 قروش وهنمشي بيهم كذا وهنعمل بيهم كذا وانت هيخصك كذا، والشهر ده اللي انا جبته الشهر اللي فات مش هقدر اجيبه الشهر ده. ما هو لازم بيبقى متفهم. لازم دلوقتي الظروف اللي عايشين فيها. يعني انت بتعرفي اولادك ظروفك؟ مشكله البيوت المصريه دلوقتي انه كل واحد عايز يعيش ابنه في كوكب غير اللي هو عايش فيه. ايوه. عايز يوفر له نادي، وعايز يوفر له عربيه، وعايزه احسن من صاحبه، وعايزه ياكل احسن حاجه بدون ما يشركه. عشان كده البيوت خربانه. أيوة. الولاد اللي طالعين بلا مسؤوليه، ما انا ما علمتوش مسؤوليه. فين المسؤوليه اللي انا علمتها؟ يعني انت بتحملي ولادك مسؤوليه كل يعني في حد يقول لك لا احنا هنشيلهم الهم من دلوقتي؟ لا انا بنتي بتنزل تقف معايا في الورش. بيشيلوا والله. لا انا بنتي بعلمها من دلوقتي تقف في الورش. انا بنتي مع ابني انا الصغير شايلاني. جنى الكبيره دي عروستي. يا جنى يا حلوه. يا جنى يا جميله حبيبتي. ما هو اكيد اصل اللي زيكم هيربوا احسن تربيه في الدنيا. ايوه طبعا. وهم بيشوفوا الستات الرجاله اللي زيكم لازم يطلعوا من تحت ايديهم رجاله. ورجاله مش قصدي اذا كانوا شباب بس، اهي مطلعه بنتها برضو، وبنتها والتانيه مطلعه بنتها راجل. وده هم بيربوا فيهم ان ما فيش لا ظرف ولا شده ولا راجل يكسرهم. ايوه عشان لما يكبروا يعرفوا فعلا ان ماما عملت لنا كذا، ان ماما وقفت جنبينا، ان ماما عملت، يحس ماما بالمسؤوليه. يحس بالمسؤوليه. عشان انا دايما بقول لاولادي كده، انا عايزه كده لما ربنا يفتكرني وتيجي واحده تاخد واحده بنت ناس تقول ده تربيه بيت محترم، ده تربيه ست محترمه. ما يجوش الناس يقولوا منها لله اللي ربتها. لا نفس الكلمه اللي بقولها لبنتي، بقول لها عايزاكي لما تروحي بيت جوزك يقول ربنا يكرم امك وابوكي. ايوه فعلا. ربى راجل مش واحده ست.
لا طبعا ونعمة. محكمة الأسرة صعبة ودخولها صعب وبقت كتيرة، وحتى لو الست داخلة على فكرة بمزاجها يعني. بصي ان يبقى في ست زيك وما تضطرش يعني في ايديك ان انت ترفعي قضية وتاخدي اللي انت عايزاه، لكن انك تقولي ربنا يغنيني وانا قادرة ان شاء الله مكسبي في الحياة ولادي، مكسبي في الحياة. ودايما بقول لهم ربنا يجعلكم كده يعني برين بيا دنيا واخره. لا بعد ما تعمليه ده انت تتشالي كده، تتشالي فوق الدماغ، وانا واثقه ان ولادك ولاد حلال مصفي وشايفين ماما بتعمل ايه. ده انتوا يا حبايبي يعني اقول ايه، ربنا يسعدكم بامكم والجميلات دول كمان، ربنا يا رب يسعدكم ويبارك فيكم ويكتر من امثالكم. وارجوكم النماذج دي هي اللي لازم تبقى في صداره المجتمع، هي دي اللي هتاخد بايدينا، وهي في مجتمعها بتحاول تحقق اعظم نتائج باقل امكانيات. وبعدين يا استاذه انا عندي صدق. عندي ملحوظه، الاهالي في مصر كلهم عايزين يعلموا ولادهم ويتخرجوا من الجامعه، بس احنا عندنا خريجين جامعه كتير جدا مهنيين مفيش. احنا بلدنا محتاجه مهنيين، عشان كده انا كان نفسي قوي المدارس المهنيه المحترمه تقلل شويه من المجاميع. يعني انا مثلا لما فكرت اعلم ابني اوديه مثلا دون بوسكو ولا السويدي للكابلات ولا توشيبا، لقيتهم بياخدوا مجاميع عاليه اوفر والله. هي تنسيقهم عالي، لكن الولاد تنسيقهم عالي فعلا. ده المفروض ينزل، لانه السواد الاعظم الولد اللي ما يعني في ولد مخه شغال بس هو في الكتابه يعني مش في التعليم. ده ليه احنا ما نستفدش من الولاد دي؟ ليه شهادات بصوا وبس. انا يعني ايه، لا انت طبعا مهنتك مش صنعه يعني تتعلم، ولو اني اتمنى تبقي زي اختك كده تشتغل ساعاتك وتشتغل بتعمل اكل في البيت وكل حاجة. انا كل حاجه اللي في ايده صنعه ينوبه ثواب يعلم واحد. انت في مين عنده استعداد يتعلم؟ لا انا عندي كتير. عندك شباب صغيرين بتعلميهم؟ عندي ثلاثه بعلمهم تعليم صغيرين كلهم في الصنايع. بسم الله عليك. الثلاثة بيقعدوا معايا الحمد لله طول الاجازه، وحتى بعد المدرسه بيروحوا المدرسه وبيجوا عليا. تمام، بتعمليهم زي ولادك طبعا. حبايبي. لا ستات رحيمه. لا حبايبي. وانت برضو حاولي تعلمي مهنه ساعاتي دي، ولو انها مهنه يعني مش ما بقتش الحقيقه موجوده بشكل قوي، بس اجتهدي اهو ينوبك ثواب. انا بحبكم والله، مش عايزه اقوم من معاكم ابدا. ربنا يخليك. ومره ثانيه بقول للناس، الناس دي اذا كانت دعاء ولا شيماء ولا آية، نشوفهم في الشارع تعظيم سلام للرجالة الجدعة اللي بيشتغلوا بمنتهى المرجلة، وهم دول ستات مصر، هم دول بنات البلد اللي بحق. وبشكرك جدا جدا يا حبيبتي، وبشكركم جدا جدا يا حبايبي، يعني شرفتوني وأنستوني. للأسف الفقرة خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبكم.